أينك هالطلبته؟ شوكولاتة بالكراميل، فانيلا وبسكوت، كاكاو بالنعناع، سنجاب. طلبت آيس كريم بنكهة السنجاب؟ لا، في سنجاب هناك. شو يسوي فوق هني؟ سنجوبي، وين سنجوبي؟ تعالوا خلونا نرجع سنجوب لصاحبته. يلا نساعدها. يلا 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 انزل. ها؟ أنا بمسكها. عبيد تعالوا ياي بنروح النيبة. اوف الحمد لله ما تعور. هو بخير، تبوني افر فوق لكم؟ لا 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 تعال هني ويبا وياك. عبيد هات 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 انا بودي. لا لا ما عليك انا مسيطر على الوضع. الحين هذه سيطرتك على الوضع يا بيت؟ هذا كله بسبتك. بسكم ضرابة وهاتوا السنجوب. سنجوب تعال سنجوب. مو بقادر اوصل له. سالم امسك ريولي ونزلني تحت. مسكته الحين اسحبني فوق. لا تحاتين سنجوب ويانا. خلاص تعالوا فوق هني. انت اصعد فوق وانا بعطيك سنجوب. ما بقدر اتحرك. شوف بحط سنجوب على الارض وبساعدك. سالم لا تخاف نحن بنكون معك. خلوا عيونكم عليهم وكونوا جاهزين لاتصالي. تمام خلنا نسير. لا 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 تخوف سنجوب. مبهى مني سنجوب. خلنا نلبس هذا
وبعدها بنكون في أمان تام. بسرعة بسرعة يلا. شمة بعدك تشوفينهم؟ بعدهم ينزلون، هم تحتنا تقريباً بعشرين طابق. تمام، خبريني بكل شيء أول بأول. تمام، ها، تحس بتحسن الحين؟ لا، ما بحسن. خلها توقف، خلها توقف، خلها توقف، خلها توقف. شو تسوي؟ انت قلت خلها توقف، فوقفتها. بس نعم ما نقدر نتمهني. انزين، خلني اشوف. شو رايك لو سوينا شي؟ ها. ليش نروح فوق؟ وقف. احاول اشوف حل عسب نطلع من هالورطه، بس انت ما تبانا نروح فوق ولا تبانا نروح تحت، شو تباني اسوي؟ ما ادري، ما ادري، خلني أبقى. ارجوك لا تصارخ، ما بس نجوب ينزعج. منصور، أشوفهم وقفوا في نص البناية وعبيد بدأ ينظف الدرايش. شو؟ شو يسوي؟ مهم، مشكورة شمة، أظن أنه في نفس الطابق. عبيد، شو تسوي؟ نحن ما بروحنا. مثل ما انتم شايفين، المشروع فيه ثلاث مجالات رئيسية للنمو. تفضل. اوه، اسفين على الازعاج، بس نحن بنساعد اصدقائنا. وسنجاب كمان. نانو، تخلص من النورس. حاضر منصور. انتوا بخير؟ تقريبا. شكرا انكم خلصتونا من النورس. نحن بنرجع فوق ونسلم سنجوب للبنت الصغيرة. تمام، بنترياكم فوق. الله، منصور، نحن عالقين. عبيد لا تحاتي، بنشوف شو المشكلة. عبيد، عرفت شو المشكلة؟ في قطعة قماش عالقة في الترس. شو لازم أسوي؟ انزل وطلع إيدك من زاوية المنصة. تمام يا عبيد، الحين أحرك إيدك لليسار شوي ويمين شوي وفوق بعد شوي. وصلت. القطعة عالقة. يلا تروم تسويها. سوها سوها. يلا يلا. مشكورين، نشوفكم فوق. آسفين مرة ثانية على الإزعاج. مو مشكلة، حياكم. شكرا شكرا. هالشي ما يضحك يا عبيد، وين سنجوب؟
تفضلي. مع السلامة سنجوب. اليوم كان حافل بالإثارة. يلا خلونا ناكل الآيس كريم اللي خلناه. فكرة ممتازة. كيف لك نفس تاكل عقب كل اللي مرينا فيه؟ المركبة الفضائية رهيبة. هذا الفيلم بيكون رهيب. والحين وين الممثلين؟ موجودين؟ ممتاز. طيب انتوا الاثنين روحوا داخل هاي المركبة وخذوا ملابسكم. وشو عن ملابسنا نحن؟ ملابسكم موجودة هناك. شو هذا؟ شكلكم رهيب. تمام خلونا نقابل الوحش. عبيد سالم نحن في انتظاركم. عجيب شكلكم. لا لا مو بجاهزين. وين المساعدين؟ رهيب رهيب. شكلكم عجيب. ما بيقدرون يسمعونك الحين. هذه الطريقة الوحيدة اللي بنتواصل فيها معاهم. شكلكم رهيب. كيف الوضع عندكم داخل؟ كل شيء تمام شكرا، بس المكان وايد حار. في محول للأصوات في البدلة يحول أي شيء يقولونه لصوت وحش. خلونا نبدأ تصوير الفيلم. يلا يا شباب أكشن. سمعني زئير. الوحش ابدأ. كات. مشهد رهيب. ما أصدق إن نحن بنمثل في الفيلم. ما أصدق إني ذيل مخلوق فضائي. نقدر نبدل إذا تباع. لا 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 ماشي مكان. عادي في مكان. لا عبيد وقف. ألو ألو في حد يسمعنا؟ هالسماعات ما تشتغل. الوضع ما يطمن. في المشهد الجاي بتستمرون في مقاتلة الوحش. تمام؟ نحن جاهزين. الوحش انت جاهز؟ اكرر الوحش انت جاهز؟ عبيد سالم تسمعوني؟ عبيد سالم تسمعوني؟ اعتقد انهم طاحوا من هني. سالم عبيد سالم عبيد تسمعوني؟ هاتوا سيارتي الحين. حاول تعق الراس. شكله عالم. نحن وين؟ ما اقدر اشوف اي شيء. خلنا نشوف اذا حد ممكن يساعدنا نطلع من هني. فكرة زينة. ايه قطوة يا حلولك. تعالي تعالي قطوة. Yeah.
أوف. مليت من هالدوام، طول اليوم قاعد. تدري أحب لما الدوام يكون ممل. مهمتنا إرجاع الوحش. أكيد لا حياتي. وحوش الفضاء، أركض. لو سمحتوا، لو سمحتوا ممكن تساعدونا؟ نحتاج. أركضوا، أركضوا، وحش من الفضاء الخارجي. لقيتهم. عبيد نحن وين؟ ما عندي فكرة، ما أقدر أشوف شيء. ممكن حد يساعدنا؟ أرجو. وزن الركاب زايد، ما نقدر نطير. طير طير. الوزن زايد، ما أقدر أتحكم فيها. تسمع شيء؟ لا لا ولا شيء، كمل مشي. شو مستوي؟ ما أدري، بس ريولي ما على الأرض. خلينا نفك الأحزمة ونربطها مع بعض بسرعة. اتمسكوا. اسحبوا. أخيرا ريولي هبطت على الأرض بسلام. وأنا بعد، أنا ما أعرف نحن وين، بس خلنا نطلع من هني. لا في شيء على رأسي. خذ عنك، خذ. كيف وصلنا فوق؟ هذه السالفة طويلة. مشكورين أنكم أنقذتونا. عمل رهيب يا شباب، شوفوا كل هالناس مع تلفوناتهم وكاميراتهم، كل هالفيديوهات بتنتشر وبنحصل دعاية إعلامية وببلاش. بجيب لكم تذاكر للعرض الأول وملصقات ومجسمات للشخصيات، وأي شيء تبونه بس اطلبوا. نبى شوي ماي لو سمحت. شيء عطش لما تكون وحش من المريخ. بعرف انه دفعنا كل مصرياتنا للبراد الجديد تنشتري احسن انواع السمك.
بس بيستحق كل هالمصريات. البراد، السمك، الحرارة، المولد، المولد. السمك، السمك، لحظة، ما تتهور، الريحة، السمك. خليل، حبيبي خليل، بعدني بقدر أنقذهم. لا يا حبيبي، كله راح، بدي اطلع من هون. منعطرهم ومنبيعهم للناس اللي ما بيشموا. راحت على السمك، بس نحنا ما انتهينا. عندي فكرة عظيمة، برجع بشتغل كمؤدي مشاهد خطيرة. راحت علينا. يوم من الايام كنت مؤدي مشاهد خطيرة. الناس كانت بتدفع مصاري كتير عشان تشوفني. القفز بالدراجة، مشاهد القتال، لك كتير شغلات. ايه زمان. هلا شوف. لازم شوف. بعتقد انه فيني ابدأ اتعلم القفز بحوض ضحل. بظن انه فيني ابرح بهذا المجال. هيدا هو. شو هيدا؟ حوضك. حوض؟ هيدي كباية مي. هيدا حوض صغير، انت قلت بدك تنط بحوض صغير. حوض صغير؟ انا قلت حوض ضحل. انا قلت بفكر اني اتعلم نطفيه. ولك انت صاحي، كيف بدي نطفي هيدا؟ من على ارتفاع 100 قدم. شو؟ كيف بدك تنطفي من ارتفاع 100 قدم؟ شو؟ من دون ما تطرطش. شو؟ شوف، حوض ضحل ولا كباية مي مش مهم. المروج كان متحمس كتير وقال بحياته ما شاف هيك شي. أكيد ما شاف، لأنه شغلة مستحيلة. ما في شي مستحيل. ها؟ هيدا هو اسم البرنامج. الرعاة حبوه كتير. رعاة؟ بيعتقدوا انه حيبيع جمهور من جديد. جمهور كتير. بس هيدا مستحيل. حتى هيدا لقيت له الحل. فرجيني. عجيب، هالشي عجيب. شو ناوي تسميهم؟ الفرامل النفاثة، ممكن يوقفون أي سقوط من على أي ارتفاع، بس بيكونون جاهزين بعد ما نخلص فترة الاختبار. جيب لي هاللعبة العجيبة. أنا؟ أنت يلي حطيتني بهالورطة. أنا ما رح أسرق. أنا ما قلت هيك. كل اللي بدك تسويه ما رح سويها. طيب بس مستحيل. لكن بستعيره، بس ما رح خبره. أوه.
الرياضة بأثقال المعصم والكاحل وايد مفيدة. قلت لك مندبرة، هلأ البوس هيدول بلش العرض. شجع مع هيدا الجهاز كل شي بيصير ممكن. بعتذر. عفوا؟ لاني استعارت اغراضك اللي بتطير. انتوا فاهمين عليه وشو يقصد؟ جهاز الطيران تبعك استعارته. اوه قصدك هذا؟ ايه. شو؟ لحظة، اذا انت لبسهم هو شو اخذ؟ اوه انت اكيد خدت بالغلط اوزان المعصم والكاحل مالتي بدال اختراع منصور. انا حطيتهم هناك وبعدين اختفوا. اوزان؟ معلم مطنط، معلم مطنط. هوب. ما طرطشت ولا أطرف. خليل حبيبي أنا رجعت. برافو، لأنه بكرة في عرض الصبح وعرضين المساء. العميل السري بدر قربنا من الموقع. نحن الحين فوق مخبأ شنكول. حظ موفق. شكرا، بس أنا ما أحتاج للحظ. استسلم يا شنكول. انت
أنت رهن الاعتقال، وأخيراً قبضنا عليك وعلى جهاز التنصت بالأقمار الصناعية. ما أعتقد يا العميل بدر. شو الأمور وياك يا منصور؟ خلصت 5 اختراعات؟ بس كلهم يشتغلون؟ خلونا نجربهم وبنعرف. خلونا نجرب هذا أولهم. ارجعوا ورا. عجيب، هذا شو؟ هذه الكرة النطاطية. وشو تسوي؟ الحين براويكم. وعجيب، ممكن أجربها بعدك؟ أكيد. إنزين التحكم فيه سهل؟ هي بس تميل نفسك في الاتجاه اللي تبغاه، أي حد يقدر يسويها. كل حد اللعبة. الحقوني. أوه لا، لازم نوقفه. بهذا. شو هذا؟ هذا اختراعي الثاني، الحبل المضغوط. ارجع ورا. احسنت يا منصور. انت بخير يا بيد؟ طلعت من الكرة النطاطية، مستحيل الواحد يتحكم فيها. شو هالمكان؟ خلونا نستكشف. مرحبا، وراي. تريوني. في حد هني؟ شو هذا؟ ما أعرف. أوه، هالمكان يخوفني. لا تحاتي، ما في شيء يخوف. هذا شيء لازم أخاف منه. اندسوا، اندسوا. شكراً يا شباب. أنت منو؟ أنا عميل سري. شو هالمكان؟ المقر الرئيسي لشخص عبقري شرير. وليش أنت مربوط في هالصندوق؟ اللي قيدني الروبوت بعيون حمراء. تباني نفتش القيد؟ هي لو سمحت. شو بنسوي الحين؟ بوديكم المكان آمن، بس أول شيء لازم أمسك شنكول وجهاز التجسس ماله. ما أصدق، نحن في مهمة حقيقية مع عميل سري حقيقي. كانت عندي مجموعة أدوات بتساعدني أتصرف مع قطعة الحديد هذه، بس للأسف خذوها مني. عندي بعض الاختراعات اللي ممكن تساعدنا. إنزين استعيل. شو هذا؟ الأحذية النفاثة. ما أعرف كيف بيخدموننا في هالموقف. اتريا وشوف.
أبهرتني، والحين خلونا نمسك شنكول وجهاز التجسس. ابعد عن جهاز التجسس. تأخرت. منصور، عندك أي أدوات ثانية؟ لا. أحسنت، والحين لازم ندمره. أنا أعرف كيف. عبيد، امسكه. أنا آسف. ممتاز يا عبيد، أنا كنت أعرف أني أقدر أعتمد عليك في تدميره. دمرت جهاز التجسس، بس ما بتقدرون تمسكوني. شباب يلا وراه. عجيب، شو هالشي؟ هذا واحد من اختراعاتي. اجلس على الكرسي اللي داخل وتحكم فيه. شنكول اوقف. يالس يبتعد عنه. جرب هذا. شو هذا؟ صلصال خارق يتمدد عند الاصطدام. ممتاز، كل واحد ياخذ قطعة. ارموا. ساعدوني ساعدوني ساعدوني. وفر جهدك، ما حد هني بينقذك. متأكد؟ عندك أي شيء ثاني في شنطتك؟ بس هذا. ممتاز. شو ممكن تسوي؟ ولا شيء، مجرد بطة مطاطية. ما أعرف شو اللي بينقذنا من هالموقف. عندنا سلاح سري. انزين شو هو؟ مو بشو، منوه. انزين منوه؟ أنت. أنا؟ عبيد، روح واطلب لنا المساعدة. أنا أوقف. لا، شو تسوي؟ جيس الروبوتات. عبيد الوحيد اللي يقدر يدمر كل شيء. جهاز التجسس وجيش الروبوتات تدمروا تماماً، وتم اعتقال شنكول. من حسن حظي انكم جيتوا اليوم هذا، وانا اعتقد ان الحظ ما له علاقة في نجاحك كعميل. بس اليوم تعلمت الدرس. ما كنت بنجز المهمة بدونك وبدون ربعك. واكيد ادواتك. ونحن ما كنا بننجح بدون عبيد، احسن اسوأ سايق في العالم. انتباه ايها السيدات والسادة، اقدم لكم البوق السحري بمساعدة هيدا البوء العتيق والموسيقى الخلابة اللي بيعزفها. رح حاول طير مساعدي، ركز معي وبلش انفخ. أعلى. مرة تانية. أعلى. اعزف بصوت أعلى. كل ما قلت الصوت بتعلي. الطيران هيدي ما عم تنفع، العرض رح يبلش بعد 3 أيام ولهلأ ما عندنا عرض رئيسي. لقيلي فكرة يا خليل، جيب لي خدعة سحرية عظيمة ولا رح ننتهي نحن الاثنين. طيب طيب ما تخاف، رح دور لك على خدعة جديدة. ايه خليل، بدنا خدعة عظيمة.
ايه خدعة عظيمة، بس اول شي خليني شم شوية هوا نظيف، انا متأكد انه رح لقي لك شي. شو هذول؟ مخططات لجهاز الانتقال الجديد حق معرض العلوم. شو هذيل؟ جهاز الانتقال. شو؟ صدق؟ كيف هذيل ممكن يكونون جهاز انتقال؟ هالطوقين مصنوعين من معدن عالي الجودة وخفيف الوزن، خلوني أراويكم. حطهم على الأرض. انزين، أوقف داخل الطوق. عجيب! رهيب! لازم أعمل هلأ؟ خطة عظيمة؟ هو شو مفكر إنه الأفكار بتقع من السماء؟ ها؟ كل ما زدنا الرقم كل ما كانت قوة المغناطيس أكبر. جميل. ده رهيب. شيء مبهر صح؟ تقريبا مبهر مثل هذاك. لا، المفروض أنا اللي أفوز هالسنة في معرض العلوم، ما بسمح لمنصور يعترض طريقي مرة ثانية. بس نحن ما جربناها. لك أنت متأكد إنها رح تشتغل؟ أكيد رح تشتغل. طلع الحلقة الأولى موجودة هونيك على المسرح، والتانية هون. أنت عليك بس تدخل بالأولى ورح تنتقل خلف الكواليس، وأنا رح فرج الجمهور إنك اختفيت، وبعدين تنتقل عبر الحلقة التانية للأولى. إيه؟ وأنا بفرج الجمهور إنك رجعت. سحر. وهلا روحنا هونيك. والآن سيداتي سادتي، مننتقل للعرض الأخير اللي حتكون خدعة سحرية بحياتكن ما شفتوها على خشبة هالمسرح، واسمها خدعة الاختفاء. ولننفذ هالخدعة بحتاج نادي مساعدي خليل. جاهز؟ جاهز. يلا نبدأ. وهلأ سيداتي وسادتي عم تتسألوا، هل نجح؟ هل اختفى؟ نظرة واحدة خلف الستار بتكفي تفرجيكن انه اختفى. أو تحول إلى ولد متين وصغير. متين؟ إيه، أنا عظامي عريضة. والآن للاختفاء الكامل. وين عبيد؟ وين أنا؟ أنت منو؟ شو عم سوي؟ لحظة، شو عم تقصد أنا مين؟ لك ما بتعرفني؟ شباب، أعتقد أني عرفت كيف. لازم أضغط على هالزر وعبيد بيظهر هناك. وين الطوق الثاني؟ امسكوهم. وقفوا. عبيد. أنا وين الحين؟ السؤال هو وين صاروا طارق وجميل وجمال؟ نعم سيداتي وسادتي، نعم، ثلاث أولاد ظهروا بدل واحد. ممكن عم تتسألوا مين هني أو منين إجوا. كل هالأسئلة رح يجاوب عليها طراد العظيم لما بيرجع. ها؟ يعني هذا هو التطبيق؟ فجأة طلعت في عرض سحري مع الساحر العظيم خليل، تتذكرونه؟ هي صح، هو عظيم. هذا عرضي أنا، أنا طراد العظيم. لازم أرجع للعرض قبل ما يخلص، ولا حياتي كساحر رح تنتهي.
لازم ترجعوني. أكيد هذا اللي بنسويه. جميل، يلا نعم سيدتي وسادتي، اختفاء كامل. وينك يا طراد؟ وينك؟ وقفوا. معلم. نعم أيها السيدات والسادة، الرجل المختفي يظهر. أنا براويكم. ويختفي مرة ثانية. وين الحين؟ الحين فهمت شو اللي صاير. أعتقد أني عرفت شو الموضوع. ممكن أستعير هالتليفون؟ لحظة، ما كنت عارف إنه هيدا قصدك. شلة. أنا؟ ليش شلة أنا؟ شلة أنت؟ تعشو؟ هو قالك أنت تشلة. وأنا قلت لك أنت الشلة. يا مستحيل، أنت شلة، أنا ما بقرب منك. أنا عندي التليفون يتحكم في جهاز التنقل. إيه رجع لي. يا وأنا عندي الطوق. وهذه الطريقة اللي بفوز بها في مسابقة العلوم هالسنة. خلونا نشوف منو بيطلع منا الحين. بسرعة خلونا نرجع للمعرض، أكيد الحين هي وقت التقييم. يلا يلا ضوي لك ضوي. خليل هل عم تسمعني؟ نقلني هلأ. مشروعنا عبارة عن عرض حي لجهاز الانتقال، واللي بيساعدنا في العرض طراد. ها لحظة شوي. مبروك، عمل مبهر، فزنا. فينا نروح هلأ؟ دعني بس أمسكك. سيداتي أنساتي سادتي، أقدم لكم طراد العظيم، أول رجل بالعالم قادر على الاختفاء. Ha ha!